تستطيع رعاية البيض برقة والتشبث بحياتها الغالية وأن تحك جلدها وتغوي رفيقا للتزاوج، لكن لا تسمح لأفعالها المسالمة بخداعكم، فقد وجدت المخالب لأهداف قاتلة. إنها تشرح وتنتزع، تمزق وتعذب وتطعن. المخلوقات المفترسة ذات المخالب تنشر الرعب في السماء والأرض والمياه بأسلحتها القاسية. المخالب مادة الكوابيس، والمشهد القاسي الأخير الذي تراه مخلوقات عدة شحذت ببراعة لتكون حقا خلقت لتفترس. البراثم والكلابات، خطافات اللحم، هذه أدوات قتل وجدت لإراقة الدماء ووضع حد للحياة. تبرز من نهايات الأطراف نحيلة ومقوسة ومدببة وفتاكة. خلقت في بعض المخلوقات لانتزاع الحياة عند إخراجها من غمد خفي، وفي البعض الآخر للاختطاف السريع وبقوة كبيرة. لكن منذ ملايين السنين في هذا الكوكب القديم تطورت الحياة ببطء. استعمرت النباتات البحر وبعد ذلك اليابسة. قبل 500 مليون سنة ظهرت الحيوانات المفترسة. كانت الحيوانات المفترسة الأولى بلا أطراف وتشبه القطرات الصغيرة وتنشر الأخطار في المحيط القديم، لكن صراعاً بيولوجياً في التسلح حفز القدرات الإبداعية القاتلة. كانت الأطراف مفيدة جداً، مما جعل الحياة بدهائها تعيد تصميمها باستمرار مرة تلو الأخرى والأخرى والأخرى. حين أصبحت الأسلحة موصولة بنهايات هذه الأطراف بدأ القتل الحقيقي. كما حدث غالبا في التطور، وصل التنافس على الأسلحة مستويات عالية بين كثير من الديناصورات. المفترس الزاحف الداينونيكوس كان صغيرا ورشيقا. كان طول جسده أقل من 3 أمتار، لكنه كان مزودا أيضا بمخلب معقوف داخل كل من قدميه. اعتقد أنها قابلة للسحب لضمان القدرة على سحبها بعيدا عن القدم حتى لا تصبح ثلمة، وتبقى حادة وقاتلة وتمنح صاحبها اسم المخلب المرعب. أحد أنواع سبينوسور كانت لديه مخالب طولها 30 سنتيمترا تقريبا. هذه الخطافات القديمة الشبيهة بالحربة قادرة على تمزيق بطن الفريسة بهجمة واحدة، لكن المخالب لم تكن حكرا على هذه الزواحف الضخمة، فقد طورت الثدييات المخالب أيضا. نشأت فجأة من المادة نفسها التي قدمت للعالم الحراشف والفراء والحوافر والريش. بعد بضع عمليات ازدهار جيني تتحول حوافر الفريسة إلى مخالب الصياد. كل الثدييات اللاحمة لديها مخالب تتراوح أحجامها من 12 سنتيمترا إلى بضعة مليمترات فقط. لكن نظائر الديناصورات من الطيور هي التي حكمت الأجواء بمخالبها. وسيد الأجواء لديه مخالب تشعر الديناصور بالفخر. النسور، هذه الطيور العظيمة تملأ الأفق بصرخاتها. برؤوسها وأقدامها المعقوفة تنقض من السماء على حيوانات الأرض بسرعة ودقة ونوايا قاتلة.
من رأسها وحتى ذيلها. هذه الآثار الباقية من المملكة القديمة تحمل ميراث أسلافها، ميراثا تحمله في سماء وادي بلايد في مخالب طائر مفترس مذهل. هذه منطقة متطلبة وقوية وملهمة كسكانها. الأنهار التي تخترق هذه السلسلة الجبلية ساعدت على نحت هذه البيئات الوعرة. هنا المناخ شبه استوائي ودافئ. هذا موطن القرد الإفريقي طويل الذيل وقاتله القادم من السماء، إنه النسر الإفريقي المتوج. تحلق هذه الطيور المفترسة المهيبة في السماء مسلحة بأسلحة تثير الدهشة. إنها مخالبها، المخلب الخلفي سميك كإصبع الإنسان الصغير. بهاتين القدمين تستطيع هذه الأنثى سحق حيوان يزن 5 أضعاف وزنها، لكنها تسعى اليوم إلى وجبة طرية. تشكل القرود الإفريقية طويلة الذيل وجبة طرية في غابة قاسية يسكنها العديد من ضوار اليابسة، لكن الأشجار المرتفعة لن تحميها، فالموت قادم من الأعلى. أقل من 2 من كل 3 من هذه القرود سيصل سن البلوغ. هذه الضغوط الكبيرة قادتها إلى تكوين نوع من اللغة البدائية، حيث توجه صرخات تحذيرية مختلفة لكل حيوان مفترس. الإنذار من النسر مرتفع لكنه مبهم، بحيث لا يكشف عن موقع صاحب الصرخة. الصرخة تحذر القرود للابتعاد عن الأشجار والاختباء تحت الشجيرات بعيدا عن متناول براثن النسر، لكن هذه الحيوانات الأولية الصغيرة الذكية تواجه خصما ماكرا. لزيادة فرص النجاة تعمد أنثى وذكر النسر الإفريقي حد المخالب إلى الصيد معا. يصرخ الذكر فوق الأشجار للفت أنظار القرد الإفريقي، بينما تنقض الأنثى بصمت لشن هجوم خاطف من الأسفل. تلتهي القرود الإفريقية بالخطر القادم من الأعلى، فتنشغل عن مناورة أنثى النسر فتباغت صغارها من الخلف. تخترق مخالب النسر جسده وجمجمته من 4 اتجاهات مرة واحدة. تنغلق عضلات ساقيها القوية بشكل مفاجئ وتحكم براثنها على فريستها بقوة. تتمسك بغنيمتها حتى تستطيع الاسترخاء وتحضيرها لصغارها بنتف شعر الجثة. تحملها ببراثنها الهائلة وتعود بها إلى صغيرها في العشب. أول وجبة يتناولها من لحم القرود الإفريقية الصغيرة. سيصبح أيضا بمخالبه مصدرا للرعب حين يأتي دوره. بعد قليل مخالب المخلوقات الزاحفة والمتسللة والمضحكة والقاتلة. بعد ذلك البراثن القاتلة تحلق لنشر الرعب في الصحارى المقفرة والغابات الرطبة وكل ما يتراوح بينهما. قبل ملايين السنين بدأت أولى المخلوقات ذات المخالب تجوب الأرض. أسلاف حشراتنا وعناكبنا والمخلوقات المخيفة الزاحفة بكل أنواعها. اجتمعت المخالب والسم لدى كثير منها لتصبح محاور كوابيسنا، كهذه العقربة الإمبراطورة الأكبر في القارة الإفريقية. إنها تحمي مناطقها بقوة، وأثناء زحفها ليلا صادفت أحد أقاربها بينما كان يصطاد. ظهرت غريزة القتل وظهر معها فكان مخيفان. تتعارك هاتان العقربتان بأصابعهما القاتلة، كل منهما تحاول تثبيت الأخرى في قبضة مخلبها لتكون المسيطرة وتفوز بفرصة لتوجيه طعنة قاتلة سامة من إبرتها. لكنه طريق مسدود، لذا تنسحب العقربة بمخالبها وإبرتها إلى وكرها. لكن الحيوان الذي رفع مستوى تطور المخلب إلى فن رفيع هو السلطعون. نجد السلطعونات البارعة في البقاء تعدو في قيعان المحيطات أو على الشطان الرطبة على اليابسة، وتتحرك بخفة في بعض أقل البيئات ملائمة للحياة في العالم. الأنهار تحت الأرضية موطن السلطعونات العمياء التي لا تحتاج للرؤية في هذا الظلام الدامس. بعض السلطعونات يعيش تحت الطحالب الطافية في بحر ساراغوزا وتصطاد الأسماك التي تمر بها. سلطعونات أخرى تندفع في الأعماق المالحة
وتجني قوتها من المياه الباردة. معظمها قمامة وتجمع الفتاة عن صخور الشطان بتلذذ، لكن بعضها يستخدم مخالبه لأغراض قاتلة. على سواحل أمريكا الشمالية فقست سلاحف ريد للتو وتحاول الوصول إلى المحيط، لكنها كشفت. السلطعون الرملي المحلي يأكل بيض السلاحف وصغارها بشراهة حين يحظى بالفرصة. يبدو أن صغير السلحفاة مشوش بسبب المطاردة، لكنه يخوض معركة ضارية رغم ذلك ويحرك أطرافه في وجه المفترس الصغير. عليه الاعتماد على قوقعته غير الناضجة لتحميه من لدغات السلطعون. يقدم على محاولة يائسة للهرب من مخبأ السلطعون، لكن السلطعون هو المسيطر. على الجزر المرجانية في المحيط الهادئ تستخدم هذه السلطعونات البرتقالية مخاربها لتمشيط الشاطئ، حيث تجلب لها الأمواج أشكالاً عدة من الأجسام الغريبة. لكن مخالبها تشكل خطراً على فرخ طائر الخرشنة هذا أثناء بحثها بلا كلل عن غذائها. البيض وجبة سهلة جداً. أغرب مخالب السلطعونات يستخدم لاستمالة الإناث وليس للقتل. هذه البقعة الطينية من أمريكا الشمالية موطن الملايين من السلطعون العارف، اسمه مستوحى من مخلب الذكر الكبير. كل ذكور هذا النوع لديها مخلب واحد ثقيل لدرجة لا تصدق، أما الإناث فلديها مخلبان صغيران وتستطيع الأكل بكلا المخلبين. مخالب الذكور مبهرجة أكثر في اللون والحجم. يمكنه أن يكون المخلب على الجهة اليمنى أو اليسرى، لكنها جميعها تتباهى بمخالبها لإبهار الإناث في رقصة حب غريبة. يبدو أن الحجم مهم لهذا النوع. مهما كان مستبعداً للمخلب أن يكون أداة مغازلة، إلا أن السلطعونات ليست الوحيدة التي تستخدمه بطرق ملفتة للنظر. هذه جزيرة الثعبان، قطعة أرض صغيرة في بحر الصين الجنوبي. هنا توجد السلطعونات بوفرة وتتزاوج بشكل جامع، لكن جائزة الاستخدام الأروع للمخالب في المغازلة يفوز بها أسياد التخفي في السماء. في السلوك الرومانسي لا شيء يضاهي الأعمال البهلوانية الهوائية التي تمارسها صقور البحر هذه، حيث يتشابكان بمخالبهما في منافسة على حب أنثى. سيرتبط الفائز بها مدى الحياة في الغالب. ورغم أن هذه الجزيرة تبدو رومانسية، إلا أنها تضم بعض أشد المخلوقات سمية في العالم. تنزلق الأفاعي المائية وتلتف في المحيط أسفل أسراب النسور. لا أحد يعرف سبب احتشاد الأفاعي في هذه الجزيرة بالتحديد، لكنها تردها بالمئات تواقة إلى التزاوج. وحيث إن سمها من أفتك أنواع السموم، فهي تثير الرعب بين السكان المحليين باستثناء النسر البحري. هذا الطائر المفترس الرشيق النحيل يزن أقل من 3 كيلوغرامات، وهو يقتات عادة على الأسماك. بهذه المخالب الخارقة الدقيقة يمكنه التقاطها عند الاقتراب منها، لكن في موسم الرومانسية هذا هناك طعام آخر متوافر. مع هبوط الليل على الجزيرة يرتفع القمر المكتمل ويشعل رغبات الأفاعي. الأفاعي البحرية المتجمعة تتزاوج في مأمن من النسور البحرية تحت جنح الظلام، وعند الفجر تفر من المكان وينجو الكثير منها من عيون النسر. لكن ليس كلها. لمحت أنثى نسر البحر ثعبانا طعاما لعائلتها الجائعة النامية، لكنها غطست واختفت عن الأنظار. الوقت في مصلحة أنثى النسر وقدماها مثنيتان بضراوة. عضلات ساقيها كما في الطيور الجارحة الأخرى فعالتان جيدا للقبض على الفريسة والتشبث بها. إنها مزودة بمجموعة معقدة من الأوتار في قدميها تتحكم بأصابع القدمين والبراثم. حين يظهر الثعبان على السطح ثانية تكون أنثى النسر مستعدة له، تنقض إلى الأسفل، تتقدمها معداتها القاتلة،
فيحكم على الثعبان ذي السم القاتل بالموت بالرشاقة الهوائية والدقة الكبيرة والمخارب التي خلقت لتفترس. الطيور الصيادة منعزلة في العادة، لكن في الجانب الآخر من العالم تحت حرارة شمس جنوب غرب الولايات المتحدة الحارقة يتجمع حشد غير عادي لإثارة الرعب بمواهبه المتعددة. هذه هي صحراء أريزونا، منطقة شديدة الوعورة تملأها نباتات الصبار والأجمات الشوكية الجافة. هي أيضا موطن طائر مفترس يستخدم خناجره الحادة الخاصة، إنه صقر هرس. صقر هرس هو أحد الطيور الجارحة القليلة في العالم التي تلتزم بمقولة الطيور على أشكالها تقع. إنها طيور جارحة اجتماعية جدا، ولديها مجموعات عائلية كبيرة تعشش قريبا من بعضها بعضا وتتقاسم المسؤولية في تنشئة الصغار، لكنها تجمع مواهبها معا أيضا عندما يحين وقت القتل، مما يعطي معنى جديدا لمقولة قديمة أخرى مفادها أن أفراد العائلة الذين يصطادون معا يبقون معا. لكن هنا على النسور التعامل مع مشاكل شائكة كثيرة أثناء السعي لصيد فريسة، أولها محاولة استغلال النباتات المحلية دون التعرض لألم أشواكها. هذا ليس كل شيء، فالجرد الصحراوي الذي يمثل أحد وجباتها الخفيفة حصن مدخل وكره بأسلاك شائكة عضوية الأشواك، إنها تشكل لغزا حقيقيا أمام النسر. لكن هنا يأتي دور العمل الجماعي، تراقب مجموعة النسور المكان بحذر وتنتظر. الآن يشن النسر القائد هجومه الأرضي على الباب الأمامي للجرد الصحراوي، دافعا براكنه المخيفة نحو القارب العاجل ومثيرا رعبا. انطلق الجرد مسرعا إلى حصنه التالي، شجرة التين الشوكي القريبة، لكنها أخطر من الفخ. يتتبع زملاء النسر هروب الجرد من الجحر وتتخذ موقع المراقبة على شجرة التين الشوكي. إنها حرب نفسية، حيوان قارض مقابل نسر، لكن الجرد يستسلم أولا وينطلق مسرعا ليلاقي هلاكه. تنغرس هذه البراكن القوية بالفريسة من كل الجهات مسببة الموت الفوري إن كان الجرد محظوظا. إنه انتصار للحلفاء المجنحين، ويتجمعون ثانية للقيام بعملية قتل جماعية أخرى. تم وضع بركة للمواشي في هذه الصحراء للماشية المحلية، وهي أيضا واحة للحيوانات البرية الظمأة وللمتعطشة للدماء. تفر المخلوقات الصغيرة حين يحلق النسر. يخرق أحد الطيور التشكيل لمطاردة طائر سمان. تتمتع نسور هرس بقدرة على الافتراس منفردة، لكنها تجتمع مع بعضها للصيد في هذا المكان العدائي فقط. بقية الجماعة الجائعة تراقب وجبة محتملة أخرى، الأرنب البري. الأرنب متيقظ ومتوتر حتى أثناء انكبابه على تناول الطعام، ومستعد للانطلاق خلال لحظة. إنه يستمتع بحاسة سمع قوية وعينين حادتين منتفختين على جانبي رأسه لتمنحه رؤية بزاوية 360 درجة، لذا على النسور التعاون للنجاح في صيده. الأرنب البري ليس هدفا سهلا، يمكنه الانطلاق بسرعة 55 كيلو مترا في الساعة والركض في خط متعرج برشاقة تسبب الدوار. استطاع التملص من مخالب أحد مطارديه القاتلة بمراوغة سريعة، لكنه لم ينجو بعد. يطبق النسران الآخران بسرعة على الأرنب وينفذ أحدهما الهجوم. يتمتع نسر هرس كالطيور الجارحة الأخرى بضربة قاتلة وقبضة أقوى من قبضة البشر بأضعاف عدة، وهو مزود برماح تستطيع سحق جمجمة القارض وقفصه الصدري كقشور البيض. فيما حل نسر هرس المشكلة باصطياد العشاء بدعوة العائلة كلها، فإنه في الجانب الآخر من العالم يتبع نسر الصيد الإفريقي أو جيمنوجين طريقة أكثر مرونة. إضافة إلى مخالبه الحادة، استطاع تكييف نظام غريب للصيد.
هذا النسر المقنع الرمادي يحلق في السماء الإفريقية، يطير إلى واجهات المنحدرات ويثبت نفسه عليها. جناحاه يخفيان ما يفعله، لكن بعد لحظات يعود النسر إلى عشه ليطعم لحم الخفاش لصغاره، ويستخدم مخالبه ومنقاره الحاد لتمزيقه إلى قطع تلائم صغاره. هذا النسر مزود بتعديل غريب، عظام كاحل مزدوجة المفاصل. هذا يمنح مخالبه مجالاً أكبر في شقوق المنحدرات حيث تعيش الخفافيش، وحيث تعشش الطيور في الأشجار لتتحسس المكان وتلتقط فريستها. يفتش في الأركان بقدميه الصغيرتين، وحين يرى ما يعجبه يقحم ساقه في الحفرة ويحرك قدمه في كل مكان حتى يلتقط هدفه وينتزعه بمخالبه. براتن الطيور الجارحة أسلحة جوية مذهلة، لكن هذه الطيور ليست الحيوانات المجنحة الوحيدة المزودة بخطاطيف مخصصة للافتراس، فهناك أيضا الخفافيش. الخفافيش استثنائية جدا وفريدة من نوعها، حتى إنها تشكل مجموعة خاصة بها بين الثدييات. لا تعتبر المخالب أسلحة بالنسبة إلى معظم الخفافيش، فهي تستخدم في الغالب لمجرد التشبث في وضعيتها المتميزة التي تتحدى الجاذبية. لكن هناك خفاش ببراتن طويلة ومقوسة تتميز بشكل عجيب. في عتمة الليل تمتلئ أجواء الغابة في بليز الجنوبية بأصوات عذبة تستمتع بها الضواري الليلية. تعزف الحشرات بأصواتها، وتغني الضفادع أغاني رومانسية بين الأشجار، وفي الأذان الحساسة للثدييات المجنحة التي تعيش هنا يدعو الليل إلى العشاء. باستخدام تقنية تحديد الموقع بالصدى تستخدم الخفافيش أذانها للصيد، لكن أنثى الخفاش هذه تخفي سلاحا إضافيا في جعبتها. في الليل تذهب لصيد الأسماك. خارج منزلها على الشجرة تسمع الأسماك ترشق المياه في النهر في الغابة، تحلق بصمت في الهواء وتنقض على سطح الماء. تدخل مخالبها الطويلة المعقوفة تحت الماء محاولة اصطياد وجبتها. هذه المخالب تختلف عن مخالب الطيور الجارحة لأنها معقوفة للوراء، فهي مدببة باتجاه الأمام وإلى الأعلى وليس إلى الأسفل والخلف، لتمكينها من اختطاف عشائها بهذه الخطاطيف. تعود بالطعام إلى صغيرها. يوما ما سيستخدم قدميه ومخالبه المحمية إلى الخلف للصيد في الغابة، لكن حاليا يترك العمل إلى والدته. ستصطاد أكثر من 30 سمكة هذه الأمسية، وتضخم نفسها لتحول الطعام لحليب لصغارها. جيل آخر يثير الرعب في ليل الغابة بمخالب تنطلق بأجنحتها. بعد قليل قد يكون هذا أبرع الحيوانات المثلبية في القتل. القط بكل أشكاله يستخدم مخالبه في سهول إفريقيا وآسيا. يفعل ذلك أيضا بشكل مروع في حدائق منازلنا، وسنتعرف على سبب تسميته بالعجوز ذي المخالب. من بين جميع اللواحم ذات المخالب، القطط أكثرها اعتمادا على اللحوم. إنها مصممة لتكون مفترسة من أطراف شواربها حتى نهاية ذيولها. معدات الافتراس التي جهزت بها هذه الحيوانات العظيمة جزء من أسلحة مميتة تضمن لهذه الكائنات أن تكون خلقت لتفترس. كل أعضاء مجموعة القطط اللاحمة تصطاد وتقاتل بمخالب حادة معقوفة. بينما تنطلق اللبؤة باتجاه فريستها، تمد مخالبها للإمساك بالضحية وإسقاطها. هذه المخالب القابلة للسحب أثمن من أن تترك في الخارج، لذا عند عدم استخدامها تخفى المخالب في الغمد، تسحب إلى داخل القدمين كلا تفقد حدتها بسبب السير على الأرض. هذه الأسلحة مثبتة للعظمة الأخيرة لكل من أصابع القدم لدى فصيلة القطط. القطط تعتني بها جيدا بشحذها باستمرار للحفاظ على حدتها وقوتها. ليس عليك أن تكون ملك الغابة لتكون ملكا بين القتلة. أقارب الأسود هذه الأصغر منه حجما قاتلة بطريقتها الخادعة الخاصة. تعيش القطط بيننا
وتحتل مكانا في قلوبنا ومنازلنا. ندللها ونفسدها بالدلال أحيانا، ونعتبرها أحيانا حيوانا أليفا، لكن بين ضلوع هذا الحيوان يخفق قلب صياد مثل أقاربه المتوحشين. في التسلق والحفر والدفاع عن النفس واللعب، تستخدم القطة أدواتها متعددة الأغراض بأناقة. تستخدم القطة مخالبها لتحك جلدها. كلاباتها المصغرة للتسلق تساعدها في رفع نفسها للأعلى. تعمل المخالب أثناء الركض كأوتاد لمنحها قوة احتكاك إضافية. المخالب القابلة للسحب تعتبر معدات عمل مقياسية لدى القطط، وهي أدوات أبدعت بشكل مذهل للاستخدامات المتعددة. لكن عند مطاردة الفريسة تبين هذه الشفرات مدى براعة هذا المخلوق المحبوب الذي خلق ليكون قاتلا سريعا. ظهرت هذه الحيوانات الحديثة التي تعتبر من سلالات القطط البرية في مصر القديمة. مع ازدهار الزراعة بدأ تخزين الحبوب، ومخازن الحبوب في مصر وفرت مصدرا لطعام القطط الجرام، ومنحتها شعبا ممتنا قدسها واعتبرها رمزا للخصوبة والسرور. وجدت القطة لنفسها طريقا لتصبح جزءا من حياتنا اليومية. عبر التزاوج الدقيق أوجد البشر حوالي 50 نوعا مختلفا من القطط. رغم أنها قد لا تبدو قاتلة، إلا أنها كلها تحمل أسلحة قاتلة في كفوفها. قد تنعم الكلاب بالنهار، لكن الليل من حق القطط. قدرة القط على الرؤية الليلية وشواربه الحساسة تساعده على التجوال في ضوء القمر. هذه المخالب التي ورثاها عن أسلافه متسلقي الأشجار تستغل استغلالا قاتلا في هذا الحيوان المفترس الصغير. حتى لعاب القطط يحتوي بكتيريا يمكنها أن تكون قاتلة للحيوانات البرية الصغيرة. إن استطاعت الفريسة الصغيرة التملص من اختراق مخالب القط القاتلة لجسده، فقد تموت بسبب الالتهاب خلال يومين. بعظام ظهره المرنة كعظام الفهد الصياد، يستطيع القط الركض بسرعة تتجاوز 40 كيلومترا في الساعة. العمود الفقري اللين لهذا المخلوق المدهش يتيح له أداء حركات بهلوانية أنيقة لا نستطيع إلا الحلم بها. حس التوازن الخارق للطبيعة لدى القطط يضمن هبوطه على أقدامه، سواء الهرة أو القطط. تؤثر القطط المنزلية تأثيرا عظيما على الثدييات الصغيرة والطيور، يعتقد أنها تقتل عدة مئات الآلاف سنويا. للفريسة الأكبر تلزمها حوافر أكبر ومخالب أكبر ومساحة أكبر لمطاردة وجبة العشاء وتثبيتها لأخذ القضمة القاتلة. في قلب صحراء سيرنجيتي في إفريقيا تقع غابات شجر الأقاقيا، أشجار اللساس المظلية في السهول الإفريقية. هذه الأشجار التي تهيمن على المنطقة تحول ما قد يكون أرضاً قاحلة إلى مكان يجذب الحيوانات. هذه الأشجار دائمة الخضرة تحول ضوء الشمس إلى طعام، وذلك لتغذي نفسها وتوفر وقوداً ترغب فيه حيوانات أخرى في السهول. تجذب الأشجار الحيوانات العاشبة عن بعد عشرات الكيلومترات، وتلحق بها الحيوانات اللاحمة. أراضي أشجار اللساس تقدم أكثر من الطعام، فهي مكان مثالي للاختباء أيضاً. حضانة آمنة تستطيع هذه اللبؤة الأم ترك أشبالها فيها. تتركها تحت شجرة اللساس بينما تستعد لاستخدام مخالبها لصيد طعام العشاء.
الليل هو الوقت الذي تقوم فيه ملكة القطط ذات الحوافر القاتلة بمعظم صيدها، تفعل ذلك عادة بياد الغداء في منتصف النهار. يتقدم الأسد إلى أقرب نقطة ممكنة من الحمر الوحشية ويطاردها خلسة وبصمت. تستطيع الأسود الركض بسرعة 50 كيلومترا في الساعة تقريبا، بينما تفوق سرعة الحمر الوحشية 60 كيلومترا. الأمل الوحيد للأسد زيادة سرعته بشكل كبير. شعرت الحمر الوحشية بأنها مراقبة فاندفعت هاربة للابتعاد عن المياه. ترى اللبؤة حمارا وحشيا صغيرا وسط الفوضى. ينطلق جسدها القوي للهجوم على الحمار الوحشي الصغير وتغرس مخالبها القوية بجلده، تمزق لحمه وهو ما زال حيا. تستطيع الأسود تثبيت حيوانات أكبر من حمار وحشي صغير حتى الموت بهذه الأسلحة، فحين تصطاد جاموسا مائيا تخترق مخالبها المعقوفة جسدا. هذه القتلة ساكنة السهول الإفريقية خلقت للتمزيق والافتراس بإتقان ووحشية. قد يحمل ملك الغابة عرف الملك وجلده، لكنه لا يحمل أكبر مخالب في عائلة القطط، فذلك اللقب ملك للنمر السيبيري. هذا الحيوان الذي يعيش في السهول الآسيوية يهيمن على حياة من يعيشون في هذه المنطقة الجميلة القاسية المكسوة بالثلوج، بأقدامه الضخمة المبطنة كحذاء الثلج التي تساعده على التجوال عبر السهول الثلجية، وجسد قادر على زيادة سرعته إلى 80 كيلومترا في الساعة. خلق هذا الحيوان الرائع ليفترس في هذه المساحات الفسيحة. النمور التي تعيش منعزلة في العادة تجتمع معا للتزاوج، وتبقى الجراء مع والدتها أثناء نشأتها. هذه الحيوانات تصطاد الغزلان والخنازير البرية، إنها الحيوانات المفترسة في هذه البيئة، لا تخاف شيئا ولا تخشى أحدا. لكنها لا تتكبر على وجبة خفيفة في منتصف الليل. ثبتت هذه النمرة الأرنب بقفزة ضارية وضربة عنيفة من حافرها. جسد النمر مجهز للصيد. الساقان الخلفيتان الأطول من الأماميتين تزودان قوة عضلية للقفزة القاتلة، بينما يأتي دور القائمتين الأماميتين والكتفين القويين بعد الإطباق على الفريسة الضعيفة بمخالبها الحادة القابلة للسحب. هذا الصياد المتوحد يجسد غموض وخطورة المناطق البرية في العالم، لكن الفهد الصياد هو ما ثبت في عقولنا كرمز المطاردة. ينطلق في القارة الإفريقية بسرعة لا مثيل لها. السرعة تقتل. يستطيع الفهد الصياد الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، ويمكنه أن يسبق الظبي وأن يتقدم على الظبي الإفريقي ويطوق النوم، مما يضمن له أن يتغلب على عشائه. كل جزء من جسد الفهد الصياد مصمم ليكون سريعا، من جمجمته الصغيرة المرتفعة المقببة حتى ذيله الذي يمنحه التوازن. تختلف مخالب الفهد الصياد عن مخالب القطط الأخرى، فهي قابلة للسحب جزئيا، وهي أقصر وأكثر استقامة من مخالب القطط الأخرى، وتعمل كالمسامير على حذاء العدو لتزودها بالاحتكاك الإضافي الضروري للتسارع المذهل. مخالب الفهد الصياد على خلاف مخالب القطط الأخرى حادة ومقوسة بدرجة أكبر، وتساعد الفهد الصياد على تثبيت الحيوان الذي يغرس فيه هذه الخطاطيف. هذه المخالب تساعد على توفير السرعة التي تمنح الفهد الصياد شهرته بأنه خلق ليفترس. لسوء الحظ فإن بنية الفهد الصياد النحيلة تشكل عائقا حين يريد الاحتفاظ بما اصطاده، فالأسود والضباع يمكنها مطاردة الفهد الصياد رقيق الجسم وسلبه فريسته. لكن قطا كبيرا آخر لديه حيلة للتعامل مع هذا الموقف،
هذا الصياد المرقط لا يستخدم مخالبه للصيد فحسب، بل للاحتفاظ بعشائه أيضا. الفهود هي الأصغر بين القطط الكبيرة، وتنتشر في إفريقيا وآسيا، حيث تسمى غالبا النمر الأسود. إنها تطارد بصمت، وتوفر لها البقع على جلدها تمويها جيدا. هذا الرياضي الوسيم ليس عداء سريعا كالفهد الصياد، بل يصطاد عن طريق نصب الكمائن كمعظم حيوانات مجموعة القطط. حين يضرب فريسته يطلق مخالبه لتثبيتها للقيام بالعضة الخانقة. كما تفعل القطط الأخرى، يبقي الفهد مخالبه في غمدها حتى لحظة الهجوم، لكن وظيفتها الأخرى مساعدة الفهد في الاحتفاظ بعشائه. يعتبر الفهد بطل التسلق على الأشجار في عائلة القطط، والمخالب والجسد العضلي مهمة لتثبيت جثة الفريسة على الشجرة بعيدا عن متناول الأسود والضباع. إخفاء الفريسة أعلى الشجرة هو السر في بقاء الفهد في مناطق تضم حيوانات مفترسة أخرى أقوى منه. يبدو أن القطط تعرف بغريزتها طريقة استخدام مخالبها وطريقة المطاردة والصيد، لكن الدروس من الأم مرحب بها دائما. تلد الفهود أعدادا صغيرة، جروا أو جروين، تلزم أمها حتى عمر السنتين، وتعلمها الصيد أثناء نشأتها. يبدأان بمحاولات بسيطة، ويحاولان معاركة ذيل أمهما وببعضهما بعضا، لكن عليهما غرس مخالبهما في صيد أكثر تحديا. الليلة تلمح والدتهما أرنبا وحشيا ينطلق بخفة، فتبدأ المطاردة. بعد أن تخضعه تعيده إليهما حيا. إنه أرنب وحشي للتدريب، ليتمرنا على استخدام مخالبهما ببراعة. إنها مذبحة بحجم صغير، وستنتهي بالموت وتغطية الأوصال. في النهاية ستستطيع الجراء اصطياد فرائس بحجم الظبي الإفريقي بمخالبها القاتلة، واستخدام المخالب للتسلق على شجرة لتناول العشاء بسكينة. لكن فيما يتعلق بالحجم والقوة، خلف هذه الخطاطيف القاتلة لا حيوان يمكنه هزيمة العجوز ذي المخالب. هذا الحيوان يتمتع بأكبر مخالب في العالم. مخالبه أسلحة مرعبة، لا تستخدم للقتل فحسب، بل للحفر والتسلق وصيد الأسماك والقتال. قد يصل طول هذه الخطاطيف الثقيلة إلى 12 سنتيمترا. عند اقترانها بقوة دب يزن 680 كيلوغراما، يمكنها نزع أحشاء الفريسة بضربة خفيفة. حاسة شمها حادة جدا، وتتمتع بحاسة سمع ممتازة ورؤية جيدة، وهي بارعة في الركض بشكل يثير الدهشة. فالدب الأشهب يستطيع العدو أسرع من عداء أولمبي، بسرعة تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة، ويمكنه القضاء على الفريسة بضربة واحدة من كفه. بالنسبة إلى الطعام، تقتات الدببة على كل شيء، التوت والجذور والبندق والأعشاب الخضراء. جوع الدببة لا حدود له، عليها تسمين أنفسها بشراهة أثناء اليقظة استعدادا للبيات الشتوي الطويل الذي ينتظرها. أثناء موسم تكاثر سمك السلمون تذهب الدببة للصيد. تؤدي مخالبها وظيفة خطاطيف الصنارة لطعن السلمون. إنه مصدر ممتاز للبروتين والدهن، وهي تحتاج إليه بشدة بعد فترة سبات طويلة. أحيانا يسهل السلمون الأمر، لكنه في أحيان أخرى بينما ما زال الدب يشعر بالنعاس يحالف الحظ الأسماك. لكن الدببة تحب اللحم الأحمر أيضا. يمكنها أن تفترس الموظ والخراف والماعز والإلكة. الإلكة حيوانات ضخمة سريعة في الركض وقوية. حتى الذئب القوي عليه اصطياد هذه الحيوانات الضخمة في جماعات. لا تملك الذئاب القدرة على التغلب عليها من دون شن هجوم منسق،
رغم أن الدب الأشهب ليس سريعا كالذئب، إلا أنه يستطيع الانطلاق بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، وهو يتصرف بحكمة عادة ويستهدف أبطأ أفراد قطيع الإلك المواليد الجدد. سوء طالع صغير الإلك يضعه في مواجهة هذا الدب للنوايا الدامية. ينطلق الدب مندفعا بسرعة كبيرة باتجاه الحيوان الصغير الذي يحاول الفرار، لكن زلة مشؤومة تكلفه الكثير. يقاوم الإلك باستماتة لكن دون جدوى، ويبدأ الدب بالتهام وجبته حتى قبل موت الإلك. عديم الرحمة في مطاردته وعنيد عند الجوع، كل سنتيمتر من هذا المخلوق القوي خلق ليفترس. بعد قليل مخلوقات قديمة غريبة الشكل تستولي على مدن بأكملها بضربة واحدة، وسنتعرف على أجرأ حيوان في العالم يمكنه التغلب على أفعى وترويع النحل القاتل بمخالبه القاتلة. في ظلمة الليل الحالكة في السهول الإفريقية، قلاع ضخمة شيدها ملايين العمال تضطرب بسبب عدو غريب. حيوان أم قرفة غريب الشكل هو أحد الثدييات القليلة في العالم التي لا أسنان لها. سلاح هذه الأنثى الوحيد مخالبها القوية الطويلة، وهي تخدمها بأفضل ما يمكن. إنها تلاحق وجبتها المفضلة النمل الأبيض، لكنه يعيش في هذه الحصون الضخمة الطينية. هذه المخلوقات القوية تهاجم الطين الصلب لمستعمرة النمل الأبيض هذه فتخترقها وتندفع بقوة. تسود الفوضى بين عدة ملايين من النمل الأبيض بسبب تدمير مدينتها المحصنة. تستخدم أم قرفة لسانها الطويل الدبق للعق الوليمة الشهية الغنية بالبروتين مهلكة المستعمرة. تمكنها مخالبها من قتل حشود منها عند كل وجبة. تعتبر المخالب أدوات لحيوان آخر يستخدمها أو تخرج أسلحتها من أغمادها لخوض المعركة، أو تمزق أحشاء فريسة سيئة الحظ، أو تدمر القلاع القوية المحصنة. فإن الضواري ذوي المخالب والبراتن تسكن كل القارات مسلحة للانقضاض بأسلحة حادة وقاتلة ومجهزة بأدوات وأساليب تؤكد أنها خلقت لتفترس.